صباح الخير عليكم. اليوم غادي نتكلموا على مشكل فطريات الجلد. فهاد الفطريات لي شامبينيون كيقدروا يقيسوا جميع اعضاء الجسم، مي بالنسبه لفطريات الجسم هي الجلد باردون، هي مشكل شائع. دونك سي ان موتيف تري فريكون لي كنشوفو بزاف اون كونسلطاسيون، بحيث ان هاد الفطريات يعني الظروف اون فات لي كنعيشو فيها كتساعد على تكاثر لي شامبينيون اللي هي الحراره والرطوبه. كاين بزاف ديال الانواع ديال لي شامبينيون، كاين واحد الجروب ديال لي شامبينيون اللي كينتقل من الحيوانات ومن النباتات، بحال باغ اكزومبل لي تين تونيا او لا فالا الجوب اللي كنشوفو عند لي زانفون سورتو، او لا كينتقل من شخص الى شخص يعني عن طريق العدوى. وهنا كنلقاو هاد النوع ديال شامبينيون كينتقلوا بزاف عند الناس اللي كيكونفرونتيو بزاف الحمامات، يعني اماكن ديال الرطوبه، اماكن الحراره، لي بيسين، لي سال دو سبور والمساجد. وكاين النوع الاخر اللي هو كيجي من دي شامبينيون اللي داخلين عندنا في التكوين ديال لا فلور كومونسال، يعني في الجلد كيكونوا كيعيشوا معنا، مي تحت واحد الظروف معينه، يعني فاش كتنقص المناعه ديال الشخص كيقدر داك لو شامبينيون يبدا يتكاثر وكيعطينا اعراض مرضيه. الشامبينيون ديال الجلد كيقدروا يصيبوا سطح ديال الجلد كامل، مي بالاخص كاين بعض المناطق اللي كتصاب بزاف، مثلا التنيات ديال الجسم لي بلي، صافي دير تحت الابطين، تحت الثديين، جدر الفخذ، بين اصابع الرجلين. علاش؟ لان هاد المناطق يكون ساهل يتكاثروا فيها لي شامبينيون، لان مناطق فيها الاحتكاك، دونك الحراره كتكون تما مرتفعه وكتكون حتى الرطوبه او لا ماسيراسيون. كاين لي شامبينيون ديال المناطق التناسليه، كاين لي شامبينيون اللي كتجي للشعر اللي هو تونيا اللي كتعطينا بقع دونك كتقشر حمراء وكترافقها التكسر في الزغبه، تكسر ديال الشعر. وكاين لو شامبينيون اللي كيتسمى البهك، دونك لو بيتيرياتيس فيرسيكولور، واللي كيجي للظهر، كيجي للبطن، وهنا كيكون سورتو عند الناس اللي كت جوستمون كتكون اون كونفرونطاسيون فريكونت مع الماء. وكاين لي شامبينيون ديال الاظافر، وهنا الشامبينيون ديال الاظافر سوفون كيهملوه الناس. علاش؟ لان ما كيعطيش حريق، ما كيكونش حكه، ما كيكونش يعني سوفون كتجي لا باسونت غير دو بوين دو في استيتيك، الشكل ديال ظفري تبدل. فبزاف ديال الناس كيهملوا هاد لي شامبينيون ديال الظفر، بالاخص الناس اللي مسنين، اللي كبار في السن، الناس اللي اوسي كيجي بزاف الناس اللي كتمشي اوسي للحمام، اللي كتمشي للصونا بزاف، فكيتبدل شكل الظفر، يا اما كيتبدل اللون ديالو، كيولي رهيف، كيولي كيتفلح، كيتشقق، او لا ملي كنجيو نقطعوه كنلقاوه كيتفرتت وفيه واحد الريحه ماشي طبيعيه. فالعلاج ديال لي شامبينيون هو سهل ومتوفر. الناس بعض المرات سوفون فيت كيمشيو ديريكتومون لي فارماسي وكياخذوا مضادات الالتهاب اللي هي لي ديرموكورتيكويد. المضاد الالتهاب ما غاديش يعالج الشامبينيون، غادي يبرد هذوك الاعراض، ولكن او كونترير سي ان انتي انفلاماتوار، دونك غيساعد على تكاثر وتطور الشامبينيون وغيبدا يبان في مناطق اخرى. فلهذا العلاج كاين متوفر، فالناس الا بانوا ليهم بقع في الجلد ديالهم واخا ما تكونش اعراض اللي كديرونجيهم، من الاحسن يستشروا الطبيب باش ما نخليوش المشكل يتفاقم. بحال دابا بالنسبه للشامبينيون ديال الظفر، ففاش كيكون يلاه بادي كيكون العلاج ديالو ساهل، كنقدروا نعطيو ان سامبل فيرني، دونك كنقولوا للمريض قطع برد هذيك البليصه اللي بدا فيها الشامبينيون، رابيدمون كيتحل المشكل، اون موا ولا كاع دو موا كيمشي. باغ كونطخ الا خلينا الشامبينيون تقاس الظفر كامل حتى لاغاسين، الا عاد لينا الظفر الاخرين، وبارفوا كيمشي من الظفر كيمشي للجلد اولا كيمشي للمناطق التناسليه، فهنا العلاج كيتطلب شهور وشهور، زائد اننا كنساهموا انديريكتومون في العدوى في انتقال الاشخاص اخرين. دونك بالنسبه للعلاج في الشامبينيون ديال الجلد كنعطيو كريمات مضاد الفطري اللي كتبعوه دونك حتى الاموا او بعض المرات حتى الاسابيع على حسب يعني المناطق اللي هي مقيوسه بهاد الشامبينيون. كنمسحو الباسيون ولا كنعطيو في اون بريسكريبسيون محاليل او لا ديجيل اللي كيغسل بهم اللي هي البي اش ديالها قاعدي اللي كينظف الشامبينيون. وفي الحالات اللي كتكون يعني شامبينيون باين في بزاف المناطق كيرافق هاد الدواء يعني انتيميكوزيك مضاد الفطري اللي كيتخذ عن طريق الفم، واللي كيختلف على حسب النوع ديال الفطر اللي كاين في الجلد. وفي الحاله ديال فاش كيكونوا الاظافر بزاف مقيوسه او الظفر كامل مقيوس يعني حتى لاغاسين، فهنا كنضطروا نعطيو المضاد الفطري عن طريق الفم، وتهنا كيختلف النوع ديالو على حسب النوع ديال الفطر، والمده العلاج كتمشي ما بين 3 شهور حتى 6 شهور. الوغ ولا كان العلاج غيتجاوز شهر ونص ديال
ديال المضاد الفطري عن طريق الفم كيخصنا ضروري نبداو نقومو بتحليل ديال الكبد باش نكونتروليو يعني الفونكسيونمون ديال الكبده، كنشوفو واش الكبده كتقبل هذاك لونتيميكوزيك لانه هو كيتصفى في الكبد.